هذا هو يومنا التاسع من أيام المكابرة الفلسطينية مع فوج الخريجين 30 من الجامعة الإسلامية بغزة، واليوم هو مرصود لخريجات كلية التربية من تخصصي الاجتماعيات والتعليم الأساسي. فأنتم على قدر كبير من العلم والمسؤولية والعمل، بعطائكم يزيد الأمل، وبجهدكم أيضا نستطيع أن نخفف من الأعباء. احملوا هذه الأمانة، حافظوا عليها، وحافظوا على هذا الوسام. يسرنا أن نحيي أيضا جميع الزميلات في هيئة التدريس والإداريات في كلية التربية، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور سناء أبو دقة. وهي مساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة الجودة في الجامعة، وهي أول من يحصل على لقب أستاذ دكتور في الجامعة وفي قطاع غزة. هلا يوم يا محرمة عيون النوم، يا مسيرة الليالي مستني فرحة هاليوم. سنكون بإذن الله تعالى خير سفراء لهذا الصرف العظيم في كافة الميادين، ففخر لنا أننا من خريجي الجامعة الإسلامية سنمضي على طريق من سبقونا، وسنرفع شعار المجد لك يا جامعتنا الإسلامية. أنا شعور عظيم، يعني شعور سعادة يغمرني، سعادة تامة، يعني لأنه الشيء اللي فقدته أنا حققت لي إياه. أنا سعيد اليوم هذا، يعني الحمد لله رب العالمين، تخرجنا من أحلى جامعة غزة، وإن شاء الله بنكمل ماجستير فيها بإذن الله. كيف يعني اليوم الواحد صبر جهده وتعبه وسهره على هذا اليوم، وشوف كنت متخرج من الجامعة، وهذا يعني عرفت كيف فرحة كبيرة لنا. الشعور طيب، ونتمنى لكل أبناء الشعب الفلسطيني بالنجاح والتوفيق، ونحمد الله على الجامعة الإسلامية، ونتمنى أنها تظلها منارة وصرح للعالم وللإسلام كمان.